ننتقل بكم إلى زاخو، حيث نظم الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكردستاني مراسم خاصة لإحياء الذكرى السنوية لملحمتي سحيلة وبردئ. للمزيد حول الموضوع تنضم إلينا من هناك مراسلتنا نجلاء السندي. نجلاء، مساء الخير، كيف يجري المراسيم؟ تفضلي. نعم زملائي، تحية طيبة من لكم جميعا. أتواجد حاليا داخل مقر الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكردستاني التي نظمت فيها اليوم مراسيم خاصة للذكرى السنوية لملحمتي سحيلة وبردئ، التي تعد من الملاحم البطولية التي سطر فيها القوات البيشمركة التضحيات من أجل الحفاظ على كيان إقليم كردستان وتجربته الديمقراطية. وللحديث أكثر ينضم معي السيد صالح أحمد، مسؤول مكتب الثقافي والإعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني الفرع الثامن، ليحدثنا تفاصيل هذه المراسم. شكرا على إتاحتكم هذه الفرصة لنا. نحن اليوم هنا من أجل إحياء الذكرى السنوية لملحمتين بطوليتين نفذتهما بيشمركة كردستان دفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن هذه المكتسبات. وهذه الملحمتين هي ملحمة بردي وكذلك ملحمة سحيلة وعين عويس، حيث في مثل هذا اليوم من عام 2017 في العشرين من هذا الشهر والسادس والعشرين من هذا الشهر حاولت الحكومة العراقية أو الميليشيات المرتبطة بها والولائية قاموا حاولوا باحتلال أربيل ومنطقة زاخو والدهوك في سبيل القضاء على هذه المكتسبات وعلى هذا الأقليم الذي دفعنا في سبيله الأطنان من الدماء والدموع. ولكن وحمدا لله في الساعات الأولى انكسروا، وفي الساعات الأولى أثبتوا فشلهم ولم يستطيعوا التقدم بشبر واحد. وبهذه المناسبة أقمنا هذه الاحتفالية باسم الفرع الثامن للحزب مكتب الثقافة والإعلام، وبهذه المناسبة نتقدم بأحلى آيات التهاني، أو أن نستطيع أن نقول نتقدم بالسلام والتحية لأرواح أولئك الشهداء الذين سقطوا في هذه الملاحم، ولولا دماؤهم لما استطعنا أن نعيش هكذا مرفوعي الرأس في هذه المنطقة أو في هذا المكان. شكرا جزيلا. طبعا زملائي، هذه المراسم أيضا تضمنت افتتاح معرضا للصور الفوتوغرافية، صور فوتوغرافية للمعارك التي تسطر فيها أبناء القوات البيشمركة في هذه الملحمتين، والتي دفع بها أبناء البيشمركة للحفاظ على التجربة الديمقراطية في إقليم كردستان. أيضا تضمن من ضمن هذه المراسيم إلقاء كلمة للسيد علي عوني، مسؤول الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أكد على ثناء القوات البيشمركة وعلى التجربة الديمقراطية في إقليم كردستان. كما سيتم ضمن هذه المراسيم أيضا حفل توقيع وإصدار كتاب أحد أبطال القوات البيشمركة التي كان متواجد في إحدى الملحمتين، وإصدار كتاب حول هذه الثورة. نجلاء السندي من زاخو، شكرا لك.